أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مدر الصحافة لهذا اليوم، نطلع بها على أهم الأحداث التي جاءت في العناوين. وأحد أهم أبرز هذه العناوين لليوم هو تسليط الضوء على قضية الخان الأحمر وزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل. صحيح أنها زيارة سنوية وروتينية، لكن ما يميز هذه الزيارة لليوم هو طرح ملف الخان الأحمر، خاصة وأنها هددت في إلغاء الزيارة في حال نفذ الاحتلال الإسرائيلي تهجير خان الأحمر. بهذا الموضوع أبدأ في الملف العالمي والعالم العربي. أبدأ مع وكالة رويترز. ماي تتحدى منتقديها وتصف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بأنه فرصة. ستخبر رئيسة الوزراء البريطانية حزب المحافظين الذي تتزعمه أن الخروج من الاتحاد الأوروبي فرصة تفتح مستقبلاً واعداً وستؤكد لإنصار الحزب. نملك كل شيء نحتاجه للنجاح. وفي اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين ستتحدى ماي منتقديها الذين يتهمونها بالرضوخ للاتحاد الأوروبي، ووجه الموقف الهش لرئيسة الوزراء المزيد من الضغوط الشهر الماضي بعدما رفض الاتحاد أجزاء من خطتها، وكثف المنتقدون دعواتهم لها بإعادة التفكير بشأن استراتيجية الخروج من التكتل، وهو أكبر تحول سياسي وتجاري تشهده بريطانيا خلال أكثر من 40 عاما. وفي القدس العربي، الفلسطينيون يقررون المواجهة ويحذرون من تبعات هدم الخان الأحمر. مع دخول المعركة منعطفاً خطيراً، أكد مسؤولون حكوميون وسكان تجمع خان الأحمر الاستمرار في فعاليات الاعتصام المفتوح على أرض القرية المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، وحذروا من تبعات اللجوء لتنفيذ المخطط الاحتلالي بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لذلك، في الوقت الذي تواصلت فيه الفعاليات الشعبية في خيمة الاعتصام المقامة هناك. وفي الرأي اليوم، منظمة العفو الدولية: هدم قرية خان الأحمر جريمة حرب، وإسرائيل تؤجل العملية بسبب زيارة المستشارة الألمانية ميركل. أطلقت منظمة العفو الدولية إلى جانب منظمة صوت اليهود من أجل السلام حملة كبيرة على تويتر، استهدفت وحدة وزارة الأمن الإسرائيلية المسؤولة عن تنفيذ قرار الهدم في الخان الأحمر. وقال صالح حجازي نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية: هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب، بل إنه غير قانوني أيضاً، لافتاً في الوقت عينه إلا أن التهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب، ويجب على إسرائيل أن تضع حداً لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين وتدمير مصادر رزقهم لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات على حد تعبيره. وفي روسيا اليوم، ميركل إلى إسرائيل بعد مناشدة أطفال الخان الأحمر الحفاظ على مساكنهم. تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل وسط أنباء عن نيتها بحث ملف خان الأحمر في لقائها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وتصل ميركل لعقد اجتماع حكومي تقليدي يقام كل عام تقريبا في برلين والقدس بالتناوب، وتهدف الزيارة إلى التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين. ونقلا عن مصادر مطلعة أن ميركل ستثير قضية الخان الأحمر خلال اجتماعها بنتنياهو، مشيرة إلى أنه على الرغم من انتهاء المهلة النهائية لإخلاء الخان الأحمر، إلا أن إخلاء القرية لن يتم خلال زيارة ميركل. وفي البي بي سي، محكمة العدل الدولية تطلب من واشنطن رفع العقوبات عن طهران. وأخيرا في صحيفة الشرق الأوسط، سكان خان الأحمر يتوقعون مواجهة صعبة مع بدء تنفيذ الهدم. مستوطنون يضخون مياه عادمة، وإسرائيل قد تقدم على العملية في أي لحظة. ضخ مستوطنون إسرائيليون كميات من المياه العادمة في منطقة خان الأحمر القريبة من القدس في محاولة لإجبار سكان القرية الصغيرة المعتصمين هناك على مغادرة المكان مع انتهاء المهلة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لهم لهدم منازلهم طوعا والمغادرة.